فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخر طواف الإفاضة إلى شهر محرم فهل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك. طواف الإفاضة بداية لأوله، بعد بداية لأوله بعد منتصف الليل ليلة النحر، هذا أول بدايته ولا نهاية له، متى طافه أجزاه ذلك. نعم، لكن بشرط أن لا يقرب أهله ولا يجامع زوجته ولا حتى يطوف للإفاضة. نعم.